خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. اهلا بحضرتك يا فندم. هذه سيادة النائب، اهلا بيك يا فندم. ازي صحة حضرتك سيادة العميد؟ يا رب يكون كله خير. البقية في حياة حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة، بقية في حياة حضرتك يا فندم شهدائنا اللي راحوا النهارده. الشعب المصري السيسي والقوات المسلحة واسر الشهداء باذن الله. سيادة العميد، تشوف اللي حصل النهارده ده في اي اطار؟ أنا بس هكمل على اللي سيادتك قلته في المقدمة. اتفضل يا فندم. أولا فكرة إن كل قادة الإرهاب من أيمن الظواهري للبغدادي لبن لادن في جزء من حياتهم في مسار التطرف كانوا أعضاء في جماعة الخمس. صحيح. فده يعني قولا واحدا. تاني حاجة، فكرة داعش هو تنظيم بيتعمل كبانر لتنظيمات محلية. ولو في فرصه وحكينا كتير فيها يعني في برامج في 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 ليبيا مثلا انصار الشريعه، في الجزائر جند الخلافه، يعني في كل حته بيبقى تنظيم محلي طبيعي هو عنده سلاحه وعنده تمويله كان بيستفيد من الدعايه الخاصه بما يطلق عليه التنظيم داعش او الدوله الاسلاميه. ثالث حاجه، يعني طبعا التنظيم عندنا المحلي هو جماعه الاخوان المسلمين، يعني عشان تبقى الدنيا واضحه. ثالث حاجة، على مدى تاريخ العمليات الإرهابية من ما بعد 3/7/2013 كانت بتتزامن مع مناسبات قومية لا علاقة ب 30/6، ب 25 يناير، بثورة يوليو وهكذا. صحيح. لو داعش تنظيم دولي المفروض يتحاشى الأيام دي لأن بيبقى فيها استنفار أمني. طبعا. فمعنى أن هو بينفذ فدا يبقى بينفذ أجندة لها علاقة بتنظيم التوقيتات دي، بتمثل بالنسبة له علامات. المستشار الشهيد هشام بركات تم اغتياله امتى؟ 29/6. صحيح، الله يرحمه. فنراجع كده التواريخ، يوم اخر بالمناسبة حادثة في منطقة قريبة من دي كانت في بئر العبد، تفجير عبوة انفجارية في مركبة تبع القوات المسلحة، كان يوم 25 يناير الماضي. ايوه. مش ممكن تنظيم مقره الشام والعراق يقوم يعني ياخد اجندة احتفالات دولة تانية المفروض، وأنا بكرر بالمنطق، إن هو يبعد عن التوقيتات. ضيف بقى ده، طب التنظيم داعش ماله ومال الاختيار؟ يعني ملوش دعوة بيه، اللي مين الوجع الاختيار وجع مين؟ وجع الإخوان، طب وجعهم ليه؟ عشان حرب الوعي. صح. الناس عن طريق الاختيار والوثائق والأفلام الوثائقية اللي طلعت، ومش هنقول تسريبات لان ده يعني حاجه طبيعيه وبشكل رسمي وطلع، فبالتالي اللي بيرد هو جماعه الاخوان لغايه ما القيامه تقوم مش هتعلم مسؤوليتها عن حادث ارهابي. صحيح. مع العلم من سنه 28 اي حادث ارهابي حصل في مصر جماعه الاخوان شريكه، اما بالحضانه او بالتمويل او حتى بالمباركه. جماعه الاخوان لم تستنكر حادث ارهابي وتطلع بيان واحد. صحيح. ولا مره جنودنا ولا مره تاريخها. ولا مره يعني يمكن ولا انا مرة. اتذكر المره الوحيده كانت على لسان محمد مرسي لما قال الحفاظ على ارواح الخاطفين والمخطوفين. بالظبط. كانت في مأساة في الحادثه بتاعت خطف جنودنا السبعه، واللي بالمناسبه اللي اتوسط لدى الخاطفين كان مين؟ جماعة أنصار بيت المقدس. يا حلاوة. ما يعني يمكن اللي بقوله عند الناس ده، لكن دي طبعا حياة عايشينها يوم بيوم من قبل يناير. طب تشوف يا سيادة الوسط، وبالمناسبة لو حد يدور هيلاقي الفيديو اللي الجنودنا بيشكروا أنصار بيت المقدس اللي اتوسطت لدى الخاطفين، دليل على العلاقة ما بين جماعة أنصار بيت المقدس اللي بقى اسمها ولاية سينا. أيوه. وما بين خيرت الشاطر وما بين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب. تشوف يا فندم انه الحادث بتاع النهارده اللي حصل في هذه المحطه في غرب سيناء، يعني في محاوله لمساله استهداف البنيه الاساسيه اللي الدوله استثمرت فيها خلال السنين الماضيه؟ بالفعل، لكن بصفه خاصه اللي بتخدم اهالي سيناء بشكل مباشر. ايوه. دي محطه رفع ميه بتوصل ميه شرب صالحه وميه للزراعه لاهالي سيناء. ده استهداف لمقدرات الحياة لأهالي سينا في الشيخ زويد، واللي الدولة رجعتهم وعوضتهم، واللي ما عندوش عربية يرجع عفشه، قوات المسلحة وفرت له عربية وديته بدل نقل عفش،
واللي ابتدت تظهر الفيديوهات المحافظ موجود والامان اللي موجود في رفح الشيخ زويد بالذات في مناطق الشيخ زويد. دي بقى هي الفكره، فكره ان يعني بعد من ابعاد مكافحه الارهاب هو فكره التنميه. هو عايز يحارب التنميه وخاصه ما يخص اهالي سيناء. ليه؟ لان اهالي سيناء طردوهم من رفح الشيخ زويد وجنوب العريش، طردوهم القبائل، طردوهم، مفيش حد بيقدر يدخلها. فابتدى يروح في مناطق في المشاع مش في مناطق قبليه بالمناسبه، ويحاول يستهدف سوفت تارجت، دي محطه لوجستيه، محطه اداريه، الجنود الابطال دول عساكر اداريين. ايوه بيقفوا خدمه في مكان بيحرسوه. صحيح. مش فكره ان هو كمين او كتيبه صاعقه او الكلام اللي شفناه خالص يعني في مع المنفي، لا الموضوع مش كده خالص ولا كمين. يعني في ناس بتنشر خبر تقول ده مش كمين يا جماعه، في محطه ميه، وميه خدمه وطنيه تخدم المواطنين، مش بتخدم وحدات عسكريه، بتخدم مدنيين. ورغم ان هم اداريين، وده تحيه للقوات المسلحه في تدريبهم وفرحهم المعنويه ان هم افراد اداريين بالضابط الملازم اللي معاهم، حاربوا وتصدوا ومنعوا ان الشرذمه الارهابيين يحتلوا النقطه ويرفعوا عليها علم داعش والكلام، وياخدوا لهم لقطتين والكلام اللي هيحصل. طبعا انا بقول داعش ومحدش يعلن من مسؤوليته، لكن في الاخير لازم هيطلع يعني تنظيم يعلن مسؤوليته، وده جزء من الموضوع عشان يقول للعالم يا جماعه احنا لسه موجودين. مظبوط، وده الهدف الرئيسي. يعني زي ما بيقولوا احنا موجودين في العراق زي ما بيكونوا، رغم ان 60 دوله حاربوهم. فكره عمليه صغيره، ده ما فيش حد يتكلم في فكره ان احنا قادرين على اخر ارهابي. ما قلناش كده، والرئيس قال الحرب ضد الارهاب عمليه طويله وهتستمر. صحيح. صحيح. انا بشكرك جدا سياده العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه. كلام صح 100% 100%. الهدف هو اظهار امام العالم انه لا يا جماعه سيناء لا بقت خاليه من الارهاب ولا حاجه، ولا مصر نجحت في الحرب على الارهاب ولا حاجه، ولا احد يحاول ان يثني او يقدر او يكتب اي كلمه تقدير او يدلي بها حول الجهد المصري في الحرب على الارهاب، سواء اذا كانت حرب امنيه او فكريه. ده احنا موجودين اهو. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هم ما عرفوش فعلا يصلوا الى الهدف المنشود بتاعهم، ولسه احنا مكملين.